لا توجد لا فوضى إدارية ولا أي شيء من هذا القبيل. احنا هني متواجدين بالفندق، الفندق أصلا ممنوع يدخل فيه أي أحد إلا باستئذان من الأخ خالد الشمري ولا أحمد عجب أو فهد عوض المسؤولين عن الفريق المتواجدين في الفندق اللي احنا متواجدين فيه كلاعبين، وهو يسكن المنتخب العماني ومنتخب الكويتي. ممنوع أحد يوصل المطعم، ممنوع يطلع أي أحد إلى غرف اللاعبين. أنا رئيس اتحاد ما أقدر أطلع غرف اللاعبين لما أتصل فيهم، لأن كل لاعب وكل إداري يطلع بكرته، متواجدين سكيورتي في كل مكان بالفندق، وهذا يجب أن تكون شهادتك أنت كمقدم أن أنت حتى الحين ممنوعون أن نتصور في اللوبي. وحصل استثناء، أنا أيضا سمعت أن اللاعب مبارك فنيني أصيب، والله لأن الجهاز الفني ما تم إحماء الفنيني، كان في فترة الإحماء من الشوط الأول يمكن من دقيقة 32، ولكن الناس ما تشوف أن الإحماء في نظام أن كلهم يكون على اليمين وما بيبينون على شاشات التلفزيون. هذه إصابة من الله سبحانه وتعالى، يعني حصل في شد، وكان أيضا بين الشوطين في مكان إحماء خارج الاستاد هو وإخوانه اللاعبين آخرين كلهم كانوا في فترة إحماء. وين المشكلة؟ يعني إذا 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 رئيس نادي طلب إنه يتقدم على اللاعبين، وزير الشباب، رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، رئيس مجلس الأمة، هذه له دعم، ما هي فوضى تعتبر. كذلك بموافقتكم، لكن يقولون إن أحد مشاهير السوشيال ميديا. ما 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 حصل، ويمكن شفتوا أنتوا اللي حصل مع مشارب ويابس وعلي محمود، مثل ما هو وضح وعلي محمود وضح، صار سوء فهم وتم حله بأسرع وقت. عقب ما شفت الزحمة والتواجد الجماهيري اللي في مبنى الاتحاد، عملنا اتصالاتنا والله الحمد استطعنا أن نوفر طائرة واحدة ممكن تقدر تقل 130 شخص زيادة، فراح يكون عندنا بكرة 5 طائرات. من نيل 12 بالليل قاعد أحاول أوفر لي طائرة أو طائرتين زيادة. إحنا قاعد نعمل ونجتهد، وتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. بكرة يمكن إن شاء الله يعني هم الوضع راح يكون جدا صعب، لأنه في مباراة مصيرية للمنتخب القطري، وراح تكون مباراة قبلنا، والإخوان القطريين شارين تذاكر المباراة تقريبا نقدر 95%. حاليا قدرنا نوفر منهم 3000 تذكرة، ويعني قاعد نعمل على أن نشتري زيادة إن شاء الله. كل التوفيق لمنتخبنا بإذن الله.